السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد في قناة أحمد الديم لغوات حمام الزينة. الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد في عالم الحمام والغية، والرجاء عدم تخطي الإعلان على القناة، وشكرا لكم. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. أنت السلام منك السلام، أنعم علينا بالسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب اقول لكل ام كل سنة وانتم طيبة. النهارده عندي يوم يا جماعة، وحبينا ان نشكر الناس. الحمد لله قناة فعلت بوجودكم ووجودكم معانا، ربنا يبارك فيكم. اتمنى منكم مشاركة الفيديوهات وعمل لايك وترك تعليق، وياريت يعني فضلا وليس امرا محدش يتخطى الاعلان. على الاقل يا اخي شوفوا لنا اعلان، يعني لسه احنا قناة في الاول وفي البداية وبداية التفعيل. وقبلكم جميعا يا رب، وقبل الجميع كل قناة تتفعل ونلاقي تعبنا قدامنا يا رب، لان الموضوع صعب جدا ومتعب جدا. النهاردة يا جماعة هنبدأ فيها حلقة النهاردة على يعني حلقة كبيرة جدا، حلقة كبيرة جدا، لأن احنا هنعمل عملية، يعني في الفيديو ده هنعمل عملية لحمامة عنها كان عندها فيها مشكلة، كان عندها كنجر عيون، ومع العلاج والحاجات دي الحمد لله عنها خفت، بس عملت ترسبات للكنجر ده جنب العين ومش نافع يطلع، فنحتاج جراحة عشان نطلع الكنجر ده وننضف عينها كويس. يا جماعة منظر عين الحمامة اهو يا جماعة، انا عاملة ازاي؟ انا مقفولة جدا، ودي الترسبات اللي جت جنب العين. ده يا جماعة فرد بلدي، انا بتعامل مع الحمام كله، بيهمنيش اصلا، بتعامل معاه كروح، يعني بلدي زي يعني ارخص نوع زي اغلى نوع. هو واحد بتعامل معاه على انه روح، لان في ناس بتهمل بالحمام الرخيص وبيهمها اهم حاجه اللي يهمها هو السعر وبس. لا انا غير كده يا جماعه، ده روح. اللي يا جماعه اللي هنجيبه دي شفره حلاقه، دي شفره حلاقه، ومعانا الولاعه هنعمل طبعا طعكين للشفره الحلاقه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا برضو البتادين عند الصيدلية متمكنة هنا في الغية. لازم يا جماعة يكون عندنا العلاج جنبنا وكل الحاجات اللي بنحتاجها جنبنا. ده يا جماعة بتادين، هنعقم شفرة الحلاقة كده بالشكل ده. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح كده يا جماعة بالراحة، شايفين يا جماعة؟
دي يا جماعة ملهاش حل إلا كده. ليه ملهاش حل إلا كده؟ تجبن جزء كبير جدا. ده المنديل يا جماعة، ده جزء كبير جدا جدا اهو. شايفين قد يا جماعة؟ قد حبة البسلة كده. ده عامل لها قلق جامد في عينها في عين الحمام. احنا بعد ما طلعنا الجزء التجبن من العين هنعقم ببيتادين وهنديها كبسوله مضاد حيوي. كده يا جماعه احنا كده عملنا العمليه، وده الجزء المستخرج من العين. شايفين جزء قد ايه؟ ده كنجر يا جماعه، ده كنجر زي اللي بيجي الحمام الداخلي، ده بيجي في العين. يا رب اكون وفقته في الفيديو بتاع النهارده، وما تنسوش الاشتراك وتعليق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.